السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نوران كنعان. رجعت لكم اليوم ببروبلم جديدة اسمها بير اند بيج براذر. هاي البروبلم تحكي انه عنا دب اسمه ليماك بده يكون اكبر واحد او اضخم واحد بالدببة، او على الاقل يكون اضخم من اخوه بوب. هلا حيعطونا وزن ليماك ووزن بوب. للافتراضي انه يكون عنا وزن لماك هو اقل من وزن بوب، تمام. لماك قرر انه يكون هو اكبر من بوب، فصار ياكل كتير، فصار يزيد وزنه بالسنة 3 اضعاف. اما بوب بيزيد وزنه بس الضعف انه اكله طبيعي يعني. فبدنا يعني نعرف انه بعد كم سنة حيصير لماك أكبر تماما من بوب. مثل هون عنا الانبوت حيعطينا أول شي 2 integer numbers، الأول هو وزن لماك والتاني هو وزن بوب. بعد كم سنة حيصير لماك أكبر من بوب؟ هون سنتين. كيف سنتين؟ إنه أول شي أول السنة كان 4 و7، هلا بأول سنة زاد هذا 3 أضعاف وهذا ضعفين، فصار وزن ليماك بعد أول سنة 12 ووزن بوب بعد أول سنة 14. لسه بوب أكبر من ليماك. فبنتقل للسنة الثانية، زاد وزن ليماك 3 أضعاف صار 36، وزن بوب زاد ضعفين صار 28. هلا صار وزن ليماك أكبر من وزن بوب، فخلص بيوقف إنه بعد سنتين صار أكبر. الانبوت الثاني 4 و9، هذا كيف بثلاث سنين؟ انه اول شيء بعد اول سنة كان عنا اربع، يعني هاد زاد 3 اضعاف صار 12 وهاد زاد ضعفين صار 18. بعد ثاني سنة هاد زاد 3 اضعاف صار 36 وهاد زاد ضعفين صار 36 كمان. هو ما بده يكون متساوي معه، هو بده يكون اكبر تماما منه. فبينتقل للسنة الثالثة، ف 36 ضرب 3 108، و36 ضرب 2 72. هلا هيك صار ليماك اكبر من بوب، فحيعطينا الاوتبوت 3، انه بعد 3 سنين صار اكبر منه، ونفس الشيء على الاوتبوت الاخير. طيب نشوف هالشي كيف انكتب بالكود. اول شيء نحن عرفنا سكانر سميناه ان لحتى ندخل القيم، حنبعت له قيمة ل a و b. هلا نفس العملية حنعملها للبي، كمان نعطيها قيمة. هلا بدنا نقول له طول ما انه while، طول ما انه قيمة A هي اصغر او تساوي B، يضل عنا عم يزيد على القيم. يعني طول ما انه لماك اصغر او تساوي بالبي، اصغر او يساوي قيمة بوب، فانه يضل عنا عم يعطينا الضعف. A ضرب equal 3، هي بزيد 3 اضعاف وبدأ يزيد على البي ضعفين، تمام. هلا بس في انه نحن عم يزيد، فنحن بدنا نعد هو كم مرة زاد عشان نعرف كم سنة. حنعرف له كاونتر يبلش من 0، وبكل مرة حيدخل فيها على اللوب حيزيد 1. هلا اخر شي بدأ يطبع لنا كم مرة الكاونتر، يعني كم سنة زاد. نجرب الكود. اول شيء كان عنا 4، اوكي ثواني اتذكر، كان عنا 4 و7، اعطانا الاوتبوت 2. ثاني سنة كان عنا وزنه 4 و9، ثاني انبوت اعطانا 3، واخر واحد اخر تست كيس كانت 1 و1 بيعطينا 1. هلا نجرب نعمل سبميت للسؤال. طبعا بدون الباكيج. هيو الكود
سكور تبعنا عم يعمل سبمت. هي اعطانا اكسبتد. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا ريت تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. كانت معكم نوران كنعان من سولفر تيوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.